ولسه معلقه، ولا سايبه يستمتع في الدنيا ولا سايبه يترحم في الآخرة. معلقه عشان يفضل وسطنا مسجون، ما يقدرش يكون حر لا يخسر كل اللي وصل له ويرجع تاني لنقطة الصفر زي ما كان بالظبط أول مرة شفته فيها في الجامعة. صفر. مستر عمر، مدام لجلة برا وعايزة تقابل حضرتك، بتقول في حاجة مهمة. خليها تدخل. حاضر. أنا أسفة يا عمر، أسفة بجد والله العظيم. أنا نمت طول الليل، كلامك عن حبيبة وإعجابك بيها وهي بتعزف جنني، خلاني محسش بنفسي أنا بعمل إيه. عمر أنا مش وحشة وعمري ما كنت بكره حبيبة، بس أنا ما بحبش طريقتها معاك. أنت تستاهل أحسن من كده بكتير. أنا ما بحبش أشوفك زعلان عشان خاطري. هو في إيه؟ هو أنت اللي في إيه؟ أنت إزاي تدخل كده أصلا؟ أدخل إيه؟ أنا عايز أفهم، هو أنتوا الاتنين مع بعض طول اليوم، يا إما في مكتبة يا إما في مكتبك، ومش عاملين حساب للموظفين؟ إحنا في شغل على فكرة. يا ابني اللي أنت بتقوله ده؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ في يا طارق؟ ما أنت طول اليوم قاعد عندي في المكتب، ما حدش قال لك حاجة ليه؟ بس أنا مش متجوز، ولا دي كمان ما عملتوش حسابها. وبعدين عايز أفهم، هو مش حضرتك متهم بقتل واحد والواحد ده يبقى صاحبنا؟ ما تشوف البلاوي اللي وراك يا عمر، ولا انت يعني عندك وقت فاضي عشان تقضيه مع الهانم؟ حاجه غريبه جدا. لا ده انت اتجننت خالص. لو سمحت يا ليلى ارجع على مكتبك. اتفضلي. سماح، ما تدخليش اي حد المكتب خالص.